ستكون من اجتماع رؤساء الأندية مرة أخرى يفشل الاجتماع في الخروج بقرارات تخص الاحتراف في الجزائر. إذا مشاهدينا الكرام، ألغي الاجتماع الذي كان مقررا أمس بين رؤساء أندية كرة القدم المحترفة بفندق الميركور بسبب غياب أغلبيتهم، حيث حضر 11 رئيسا من أصل 32 كان مقرر حضورهم لمناقشة مشروع الاحتراف، وطالب الرؤساء بوضع صيغة جديدة لشركات رياضية وليست شركات اقتصادية كما هو معتمد. نستمع لتصريحات مع الزميل بدر الدين حجة. أهداف نقطة واحدة وواحدة في هذا الاجتماع، ولكن الاجتماع لم يتم لأسباب ما حبيناش نديروا اجتماع ب 11 رئيس. اليوم أجلنا لهذا الاجتماع يوم الأحد على الساعة الثانية بعد الزوال في مقر مولودية العاصمة، ومشكور عبد الكريم الرئيسي على الاستضافة تاعو لرؤساء الأندية. ونتكلموا في نقطة واحدة وواحدة وهو الشركة الرياضية. نحن لسنا بشركة تجارية، نحن شركة رياضية. Maintenant, on sent que chagrin les clubs. L'argent au ministère, il existe. L'argent du CSA, il existe. Et les centres de formation, on n'a pas commencé. Et qui est avec eux, ils disent que c'est les présidents de club. Hein? Alors que tous les plans, tous les centres de formation, ils sont au ministère. Et l'argent, il est au ministère.